من خصائصه صلى الله عليه وسلم حكم مطيعه ومخالفه. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقال صلى الله عليه وسلم: جعل الذلة والصغار على من خالف أمري. أمته صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. بلده صلى الله عليه وسلم مكة. قال سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومكة بلد حرام. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله، وهي بلد للمسلمين إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. قبلته صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، وكانت قبل ذلك إلى بيت المقدس. قال عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والمسجد الحرام هو أول مسجد وضع في الأرض. قال أبو ذر رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، فقال: المسجد الحرام. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وصلاة في مسجدي 1,000 صلاة، وفي بيت المقدس 500 صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد الأقصى. وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. من خصائصه صلى الله عليه وسلم: بعث بالحنيفية السمحة. قال ابن القيم رحمه الله: جمع بين كونها حنيفية وكونها سمحة، فهي حنيفية في التوحيد، سمحة في الأخلاق، وضد الأمرين الشرك وتحريم الحلال. بعث إلى الثقلين. قال صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، كتابه ودعوته. قال الله عز وجل: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. آياته:
أكبر آياته صلى الله عليه وسلم القرآن، وما من آية أوتيها رسول أو نبي قبله إلا وله صلى الله عليه وسلم منها حظ ونصيب. محبته دين، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حكم مبغضه كافر كفرا أكبر، قال الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. الخليل، قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أحد أولي العزم، قال عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. علمه، قال صلى الله عليه وسلم: أما إني أعلمكم بالله. وقال عز وجل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. هديه صلى الله عليه وسلم في كلامه وضحكه وبكائه وخطبته. كلامه صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. كان كثيرا ما يعيد الكلام ثلاثا ليعقل عنه، وإذا سلم سلم ثلاثا. لم يكن يتكلم في غير حاجة، ويتكلم بجوامع الكلام. كان لا يتكلم فيما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه. لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا. ضحكه، كان كل ضحكه صلى الله عليه وسلم التبسم، فكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجذه. بكاؤه صلى الله عليه وسلم، لم يكن صلى الله عليه وسلم يبكي بشهيق ورفع صوت، ولكن تدمع عيناه حتى تهملا ويسمع لصدره أزيز. كان بكاؤه صلى الله عليه وسلم تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن. خطبته صلى الله عليه وسلم، خطب صلى الله عليه وسلم على الأرض والمنبر والبعير والناقة. قال جابر رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش. كان صلى الله عليه وسلم لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. كان صلى الله عليه وسلم يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم.